الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. سجلت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد يوم الثلاثاء انخفاضا كبيرا ليصل إلى أقل من 70 مليون دولار. وذكر مصدر مالي أن البنك المركزي باع خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 69 مليون و625 ألفا و125 دولارا. غطها البنك بسعر صرف النساس بلغ 1460 دينار لكل 100 لكل دينار واحد دولار واحد. وأضاف أن المبيعات من الدولار ذهبت على شكل نقدي وبواقع 45 مليون و200 ألف دولار، فيما ذهبت الباقية البالغة 24 مليون و425 ألف دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات. أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن العراق جاء في الترتيب الرابع بين أكبر الدول المستوردة من تركيا في شهر كانون الأول الماضي. وقالت الهيئة أن صادرات تركيا لشهر كانون الأول بلغت 22 مليار و910 ملايين دولار، مسجلا ارتفاعا بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة من الشهر العام 2021، مبينة أن واردات تركيا في كانون الأول بلغت 32 مليار و612 مليون دولار، مسجلا ارتفاعا بنسبة 12.2% عن نفس الفترة من عام 2021. وأشارت إلى أن العراق جاء رابعا في صادرات تركيا لدول العالم في شهر كانون الأول الماضي بقيمة 1.149 مليار مليون دولار، في حين كانت ألمانيا هي الدولة الشريكة الرئيسي للصادرات بنسبة 1.807 مليار ملايين دولار. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز أن إبرام اتفاقية مع سلطنة عمان لاستيراد 1.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً لمدة 10 أعوام. وأوضح أن تركيا ستستورد 1.4 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً من عمان بموجب الاتفاقية التي مدتها 10 أعوام وقابلة للتمديد في حال كانت الشروط مناسبة أيضاً مستقبلاً. وأشار إلى أن الوزارة تجري دبلوماسية مكثفة بمجال الطاقة لجعل تركيا مركزاً لتجارة الغاز منذ مدة طويلة. وأوضح أنهم زاروا 15 دولة في أوروبا وآسيا الوسطى ومنطقة الخليج العربي العام الماضي. ولفت إلى أن اتفاقية توريد الغاز من تركيا إلى بلغاريا تمثل الخطوة الملموسة الأولى في هذا الإطار، حيث ستقوم تركيا بتزويد بلغاريا ب1.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا حتى عام 2035. أعلنت الدول الأوروبية في تقرير مشترك عن مؤشرات خطيرة بسبب ارتفاع واردات المنتجات الزراعية الرخيصة من أوكرانيا بشكل حاد واستمرارها في النمو. وأوضح التقرير الأوروبي أن هناك دلائل على أن المنتجات الأوكرانية تتسبب في صعوبات خطيرة لمنتجي الاتحاد الأوروبي في القطاع الزراعي، مبينا أن المزارعين الأوروبيين عانوا بالفعل من ارتفاع أسعار الأسمدة والوقود والطاقة فضلا عن ارتفاع تكاليف الانتاج. ويؤكد التقرير في الوقت نفسه على ضرورة مساعدة أوكرانيا بطرق لا تسبب مشاكل للقطاع الزراعي، على سبيل المثال من خلال إنشاء ممرات نقل جديدة، حيث طالبت بولندا في وقت سابق بفرض رسوم على المنتجات الزراعية الأوكرانية. رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9% خلال العام الحالي من 2.7% كان قد توقعها في شهر تشرين الأول الماضي. وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي عن آفاق نمو الاقتصاد العالمي، فإن إعادة فتح الصين لاقتصادها وتخليها عن تدابير سياسية بسبب جائحة كورونا مهدت الطريق لانتعاش أسرع من المتوقع. وأوضح قسم الأبحاث في صندوق النقد الدولي أن مخاطر الركود تراجعت وأن البنوك المركزية تحرز تقدما في السيطرة على التضخم، لكن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لكبح التضخم، وقد تأتي الاضطرابات الجديدة من مزيد من تصعيد الحرب في أوكرانيا.
وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز إلى اللقاء.